أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يبحث مع وزير خارجية الجابون تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية الجابون إيمانويل إيسوزيا، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية الجابون نقل تحيات الرئيس علي بونوجو إلى الرئيس السيسي، مشيدا بدور مصر على الساحتين الإفريقية والدولية، كما أكد على تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات. الحكومة تتخذ 6 محاور لتجاوز تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية. عقد مجلس الوزراء اجتماعه 8 برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ، مساندة من الحكومة لتشجيع السياحة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها على 6 محاور لتجاوز تداعيات المترتبة على حادث سقوط الطائرة الروسية. ووافق مجلس الوزراء على منح المنشآت والشركات السياحية التابعة لمكتب تأمينات شرم الشيخ بمنطقة جنوب سيناء مهلة لسداد المديون لمدة 3 أشهر، كما وافق المجلس على وقف الإجراءات القانونية ضد المنشآت والشركات السياحية لمدة 3 أشهر مع التزامها بسداد الربط الشهري لحين التوصل إلى تسوية نهائية بشأن المديونيات المستحقة عليهم. وزير الطيران المدني: لم نتوصل لأي نتائج بخصوص الطائرة الروسية وسنكون أول من يعلن عن الأسباب. أعلن وزير الطيران المدني حسام كمال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي أنه حتى الآن لم يتم التوصل لأي نتائج مؤكدة حول أسباب سقوط الطائرة الروسية، وأشار إلى أن هناك عدد من السيناريوهات يتم البحث فيها، وأنه بمجرد لأي نتيجة سوف تكون مصر أول من يعلنه. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.